بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة، يمكن في الكام سنة اللي فاتوا بقينا نشوف ناس كتير بتتعلم لغات أجنبية، ومن اللغات دي كمان بقى في ناس كتيرة بتتعلم لغة الإشارة. يعني في ناس وسطينا يمكن بيتعلموها كلغة للمعرفة ليهم. وإحنا معانا نموذج النهاردة في الحقيقة لشاب كان عنده تجربة مختلفة. والدته ووالده كانوا مصابين بضعف السمع، فقرر إن هو يتعلم لغة الإشارة بشكل محترف عشان يدعم والده ووالدته أولا، وبعدين بدأ إن هو يساعد مئات من الشباب في أنهم يتعلموا لغة الإشارة. وكان بيتنقل في المستشفيات والمصالح الحكومية عشان يساعد الناس اللي محتاجين ترجمة للغة الإشارة. نموذج جميل، خلونا نرحب بيه معانا عبر الزوم. محمد رشاد، خبير ومترجم لغة الإشارة العربية، صباح الخير عليك. صباح النور يا بسانتي، صباح النور يا محمد، صباح أهلا الخير يا استاذ بيك. محمد. يعني صباح في النور، البداية ازيكم؟ عاملين ايه؟ بخير يا الحمد فندم، لله الحمد احنا لله. كويسين ومبسوطين قوي قوي ان احنا معانا نموذج زيك، لانه احنا يمكن عندنا شويه الوعي، محتاجين ان احنا ننشره اكتر عن لغه الاشاره وتعلم لغه الاشاره. البعض فاكر انه احنا محتاجين نتعلمه عشان نتعامل بس لو عندنا حد بيعاني من ضعف السمع، لكن في الحقيقه هي بقت لغه دلوقتي ناس كتيره بتستخدمها، زي ما شفنا في التقرير انه في يمكن 70 مليون اصم حوالين العالم. حابين نعرف ايه اهداف او بالظبط. الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للغات الاشاره، وايه اهميه الحفاظ على لغات الاشاره؟ إيه والله بصراحة أنا سعيد جدا بالتقرير اللي تم عرضه، لأن هو فعلا كان تقرير ملم جدا للقصة كلها. هو فعلا تم إنشاء الاتحاد العالمي للصم سنة 1951، وده بيوافق اليوم النهاردة 23/9. فعلا عدد التقرير اللي تم عرضه من خلال الاتحاد العالمي للصم ان احنا 70 مليون اصم على مستوى العالم، طبعا 80% منهم في الدول النامية و80% منهم في الدول بتاعتهم. فتعداد لغة الإشارة بتختلف ما بين دولة والتانية، بمعنى أصح أنه لغة الإشارة المصرية غير لغة الإشارة الخليجية غير لغة الإشارة الأجنبية، سواء الصيني أو الألماني أو الفرنساوي أو ده وفقا للكلمات أي اللي دولة. بنستخدمها، بالظبط، مظبوط؟ لأن المصطلحات نفسها بتاعت لغة الإشارة بتختلف من دولة لدولة وفقا لطبيعة البيئة والمناخ اللي بيعيشه الشخص نفسه الأصم، فمن هنا تتشكل بقى اللغة نفسها بتاعت لغة الإشارة. بالنسبة للي احنا يعني بنسعى ليه داخل مصر بصراحة، ان احنا ننشر الوعي لكل الفئات في المجتمع، ان احنا نوصل لغة الإشارة بالفعل لجميع فئات المجتمع، لانه ده دور مهم جدا ان احنا نكون على قدم عظيم. الوساق فيه، بحيث ان احنا لو واحد في أزمة او اي مشكلة يلاقي حوالين منه اي حد يقدر يساعده. يعني تمام، ده عظيم جدا. استاذ محمد، انا عشان اعلم شخص بيتكلم عادي وبيسمع عادي لغه الاشاره عشان يتعامل مع شخص من ضعاف السمع والاصم، فاعتقد ان هو سهل شويه ان انا اقول له لو حبيت تعبر عن انا جعان او انا عطشان، فسهل ان انا اقول له الكلمه فيسمعها وابتدي اعلمه الاشاره. بالنسبه لي الاصم او بالنسبه لي ضعاف السمع، ازاي بتعامل معاهم في حاجه زي دي؟ ازاي بعلمهم اصلا لغه الاشاره؟ والله لغة الإشارة بالنسبة للصم أو ضعف السمع نفسهم هم بيكتسبوها من بعضهم. طبعا بطبيعة الحال في مدارس في جميع المحافظات والقرى مخصصة للصم داخل الجمهورية، فهم بيكتسبوا لغة الإشارة من بعض، تمام؟ وطبعا بممارسة داخل المدارس من المعلمين الموجودين داخل المدارس، فبالتالي يبقى عندهم اللغة مكتملة بسبب المجتمع بتاع الصم نفسه داخل المدارس. طب يعني بس انت كنت بتقول دلوقتي ان كل لغه او كل منطقه في العالم ليها اللانجوج بتاعتها او لغتها، هل في حاجه يعني انت ممكن حتى توريها لنا دلوقتي اشارتها ازاي بتتعامل؟ خلينا نقول أكيد. كومن يعني، او كل اللغات بتستخدمها، يعني لو في مثلا ازيك فانت تقول انا كويس مثلا، يعني لو في حاجه كده. أوكي، يعني مثلا لو انا عايز اقول مثلا بالانجلش هروح قايل ايه؟ في هاو Are you؟ How are you؟ تمام؟ دي بالامريكان سين لانجوج، تمام؟ انما لما حاجه اعملها بالعربي، تمام؟ هقول ايه؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ اوكي. تمام؟ انما لما اجي اقول مثلا بالخليجي هروح اقول كيف حالك؟ كيف حالك؟
يعني بتختلف ايه من لهجة للهجة يعني. طيب انت اتعلمت ازاي يا استاذ محمد، وازاي كنت بتتعامل مع والدك ووالدتك قبل ما تتعلم؟ والله هو اللغة بالنسبة لأي حد المذر لانجوش طبيعي ان اي شخص بيتولد عنده اب وام من الصم، فبالتالي بيكتسب اللغه بتاعه الاب اللي هي اسمها المذر لانجوج. ايا كانت بقى اللغه كده كده الشخص او الطفل بيكتسبها، مش محتاج ان هو يروح لجهه معينه ان هو يتعلمها، فبالتالي بقت هي اللغه الام بالنسبه له بيقدر يتعامل بيها بشكل منطقي وشكل سلس جدا يعني. طيب فالتعليم مش محتاج يعني الواحد يتعلمه. خد وقت منك قد ايه؟ لا مفيش، انا طلعت لقيت نفسي بتكلم اشاره اوكي، يعني انت وانت يعني صغير ده كان الموضوع سهل جدا بالنسبة لك. بالظبط. انا في بدايه الامر بس يعني ايه كان وانا طفل صغير كان اللي بيتحكى لي يعني انه الكلمات كنت ما بركبش الجمل بشكل سليم تمام، لكن مجرد ان انا بحاول اعبر عن انا عايز اكل عاوز اشرب الحاجات اللي هي ايه الاحتياجات الشخصيه اللي هي ايه او الملحه جدا يعني تمام. فهي دي الحاجه اللي ايه اللي اقدر اتواصل بيها مع ابويا وامي في الوقت ده. طب يعني معلش اعذرني بس على يمكن عدم معرفتي قوي باللغة دي، ويمكن انا يعني عندي فضول اني اعرف اكتر واكتر. هل العواطف والمشاعر جزء اساسي انك تتعامل وتتعلم اللغة دي؟ والله بصراحة العواطف والمشاعر اللي بتخص الشخص نفسه اللي ابن من أبناء الصم تمام هي الدافع الوحيد اللي بتخليه يمشي في هذا الاتجاه إن هو يخدم هذا المجتمع تمام. ولكن يعني احنا محتاجين عدد كبير جدا، مش كافي ان احنا بس كأبناء صم ان احنا نخدم هذا المجتمع لان عددهم كبير جدا ومحتاجين مترجمين في جميع وشتى المجالات وبالذات المجالات الطبية والمجالات اللي هي تخص القضاء. طيب امتى انت فكرت تتحول من انك تساعد والدك والدتك بس الى انك تساعد الناس؟ والله الأمر بالنسبة لي من وأنا عندي حوالي 10 سنوات، كنت يعني بروح مع والدي إحدى الجمعيات المتخصصة للصم، فجت بالصدفة إن أنا حد محتاج ترجمة من خلال التليفون. طبعا ساعتها في ذلك الوقت كان في التليفون اللي هو بالبكرة كده، هو عداد كده بيلف، فكان بالنسبه لي مهمتي ان انا ببقى سعيد جدا وانا قاعد على الكرسي ده والمكتب ان انا بترجم للشخص نفسه احتياجه في المكالمه التليفونيه. فجت الحكايه بدات من هنا، وبعدين الموضوع تطور طبعا لان انا بدات اعمل تدريبات متخصصه للصم في الاي تي، وبعد كده دخلت من الاي تي على السوفت سكيلز. عظيم. هل الموضوع كان صعب؟ هل كان فيه معوقات؟ لا بصراحة أنا يعني شايف يعني الحمد لله إن مفيش معوقات، لأن هي المذر لانجوش الأساسية بتاعتي هي لغة الإشارة. طيب أنا بس حابب إن أنا أعلم السادة المشاهدين إشارة واحدة عالمية متعارف عليها، يلا بينا يعني مش هتاخد أكتر من دقيقة. يلا بينا اتفضل. يلا بينا. الإشارة العالمية المتعارف عليها في جميع العالم تمام، لو شفت أي شخص أصم سواء أجنبي أو صيني أو عربي أو أي حاجة هي إشارة I love you تمام. دي اختصار للـ I بالإنجلش تمام والـ L تمام ودي الـ Y شكلها عامل كده، فدي إشارة I love you. فبمناسبة يعني العام اللي احنا فيه 23/9 بمناسبة المناسبة اللي احنا بنتكلم عنها الاحتفال العالمي بلغات الإشارة تمام، فأنا بهدي للسادة المشاهدين هذه الإشارة بحيث إن هم يعرفوا يتواصلوا مع أي حد أجنبي أو أي حد عربي بإن هم يقولوا لهم I love you، نوع من أنواع إن هم يعرضوا عليهم الحب والمشاعر ما بينهم وما بين بعضهم. طيب استاذ محمد انا اعرف دلوقتي انتوا بقيتوا فريق مش كده؟ الحمد لله انا كونت فريق من ازاي حوالي سنتين. ازاي تكون الفريق ده وطبيعه عملكم ازاي؟
في بداية الأمر أنا جمعت أشخاص من أبناء الصم نفسهم، يعني ناس حاسين بنفس القضية. ناس عندهم احتياج لأنهم يتعلموا لغة الإشارة لا ما عندهمش احتياج، هم ناس عشان يتعاملوا مع شبهي أهاليهم. أنا، ناس شبهي أنا بالظبط، وعندهم نفس المهارات اللي موجودة عندي بالظبط، بحيث إن هم أبوهم وأمهم من الصم، فطالعين يعني هم طالعين للمجتمع وعارفين لغة إشارة أصلا جاهزين. تمام، فانا نقيت معظم الاشخاص اللي الفريق بتاعي من هؤلاء الاشخاص اللي هم ابناء الصم، بحيث ان هم عندهم طبعا اصحاب قضيه وفاهمين يعني ايه لغه اشاره وفاهمين يعني ايه صم. فبالتالي بدات من الفريق دوت، طلعت فريق تاني ملهوش علاقه بمجتمع الصم، يعني ملهوش اب وام صم، وده فريق من المتطوعين والحمد لله حاليا شغالين في كذا محافظة، والحمد لله تم تدشين جمعية جديدة في بني سويف بتخدم مجتمع الصم داخل محافظة بني سويف، بالإضافة طبعا لجمعيات في القاهرة وكذا جمعية يعني داخل المحافظات. عظيم. آلية العمل اللي احنا بنشتغل عليها ان احنا بنشوف الأولوية اللي فيها احتياج شديد جدا لمجتمع السم، ألا وهي جزئية التعليم وجزئية الترجمة في المستشفيات والأماكن الصحية. اوكي، طيب السوشيال ميديا بقى، يعني هل شايف ان هي وسيله للانتشار اكتر ليكوا؟ وازاي قدرت او بتقدر انك جدا تتواصل مع اي حد عايز ان هو يتعامل معاكم من خلال السوشيال ميديا؟ أنا حاليا بالفعل عملت صفحة على الفيسبوك وكده، بحيث إن هي توفر جميع الاحتياجات اللي الأشخاص الصم بيطلبوها، وبستقبل الرسائل عليها للطلبات، الحاجات اللي هم محتاجين يعرفوا ترجمتها. يعني مثلا حد شاف فيديو معين على السوشيال ميديا، الفيديو ده مثلا واصل ترند ومش فاهمين ايه هو محتوى الفيديو نفسه، فبيبعت لي الرابط بتاع الفيديو وانا ابدا بعمليه الترجمه من خلال الفريق بتاعي داخل الصفحه، وبعدها بنبدا رفع الفيديو على الصفحه بحيث ان جميع ربنا يكون الصم في عونك، لان يستفيدوا معظم مجانا. الحاجات اللي بتبقى ترند يعني احنا نفسنا مش عارفين نترجمها، فكويس انك بالظبط. بتحاول، يعني مجهود طبعا كبير. يعني الحمد لله. محمد رشاد، يعني احنا في الحقيقه بنحييك على مجهودك في انك بس نقلت ده، مش بس انك بتساعد بيها والدك ووالدتك او بتتواصل بيها مع والدك ووالدتك، انت كبرت الدايره دي بانك تساعد الناس او ناس اكتر من المحتاجين ان هم يكون ليهم حد بيترجم ليهم. شكرا ليك محمد رشاد، خبير ومترجم لغة الإشارة العربية. شكرا. سلام عليكم. مع السلامة.